نجوب في رحاب الأولين لنروي لكم فصولاً امتدت منذ 14 قرناً وما تزال عن إسهامات عظيمة بنت أساس العلم والفن وشكلت معالم تراثنا الإسلامي لتغير وجه العالم بأسره وتحفر تاريخاً مشرفاً إلى أبد الدهر. امتدت رحلة الزخارف الفنية لقرون من عمر الزمان، تعددت أشكالها وأنواعها وباتت مرآة للحضارات المتعاقبة تعكس بها ثقافاتها التاريخية، فنراها تملأ فراغات القصور ودور العبادة وأواني الطعام وكؤوس الشراب. لم يكن هذا الفن في منتهى حسنه إلا في رحاب الحضارة الإسلامية، فلم يقتصر الفنان المسلم على نسخ العناصر الزخرفية التي جاء بها الفن البيزنطي في القرن السابع للميلاد، بل استحدث نمطاً جديداً يحمل معاني روحية وفلسفية تعكس نظرة المسلم للكون والحياة. فأصبحت الزخرفة في زمن الإسلام هي اللغة التي تعبر عما لا تستطيع الأفواه لفظه، واستطاع الفنان المسلم من خلالها التعبير عن هويته الحضارية ومكنوناته الثقافية، وتجلى فيها إبداعه بقصد صنع الجمال، وعبر من خلالها عن أفكاره وأحاسيسه ضمن إطار المنهج الإسلامي، حيث مال هذا الفن إلى التجريد بعيداً عن التشخيص والتجسيد، ولا يكاد أثر إسلامي يخلو من نقش زخرفي، من زخرفة المساجد والقبب إلى الكتب والسجاد، والنقش على الأواني والتحف وحتى خواتم اليد. تعددت أشكال وأنواع الزخارف، فكان منها الهندسية والنباتية والخطية، تتكرر فيها الوحدات الزخرفية بشكل تشابكي متماسك وأخاذ، يستوقف العين لينقلها رويداً رويداً من الجزء إلى الكل. واشتهرت الزخرفة النباتية أو كما تعرف بفن التوريق في تزيين السجاد والمصاحف، واستمر الفنانون المسلمون في تطوير أشكال التوريق على مر السنين، وابتكروا المضلعات النجمية وطوروا أشكالاً هندسية أخرى اعتماداً على حسابات دقيقة لم يتوصل إليها العلماء الغربيون إلا في أواخر القرن العشرين. إنها لغة الفن الإسلامي كان لها عظيم الأثر في إبراز المظهر الحضاري لنهضة المسلمين.